بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر رسول الله، لأن هذا اللفظ لم يرد، والأحاديث المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل كذب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. قال رحمه الله: كان الإمام مالك رحمه الله يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أن الإمام مالك يمنع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينكر هذا اللفظ، فهو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه، لكن لا يقول زرته، لأن هذا لفظ لم يرد. والأحاديث الواردة في زيارته صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص لا يحتج بها، لأنها إما ضعيفة شديدة الضعف، وإما أنها مكذوبة، كما نبه على ذلك الشيخ هنا، ونبه عليه غيره كالحافظ بن حجر وغيرهم، لأنه لم يصح في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة حديث. ولكن تدخل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، فيدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عمومها، يدخل في عمومها. هذه وجهة نظر المشايخ في إنكارهم تلفظ بزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين، يراد به الزيارة البدعية التي في معنى الشرك، كالذي من ناحية أن هذا لفظ لم يرد لذلك أنكره مالك، ومن ناحية أن الزيارة عند المتأخرين صار يقصد بها زيارة الشرك، لأنهم يستغيثون بالأموات، يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يشكون إليه أحوالهم، يرسلون إليه الرسائل مكتوبة وتوضع في الشباك إلى غير ذلك من الخرافات. فلم يعد الأمر قاصرا على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم للسلام عليه، وإنما صار ذلك يتخذ للإشراك بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وغير ذلك، كما عليه القبوريون في قبر الرسول وفي غيره، فإنهم لا يزورون القبور الزيارة الشرعية، وإنما يزورونها الزيارة البدعية أو الشركية. نعم. وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين، يراد به الزيارة البدعية التي في معنى الشرك. نعم. كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده. يسأل الرسول حاجته، وهذا شرك، لأنه دعاء لغير الله، والميت لا يطلب منه شيء. أو يتوسل به
وهذا بدعة أن يقول أسألك بنبيك أو بفلان، هذا بدعة كما يأتي. أو يسأل الله عنده، يعتقد أن الدعاء عند قبر الرسول أو عند غيره من القبور أنه يستجاب أكثر من غيره، فهذا أيضا بدعة، لأنه لا يدعى عند القبور، وإنما من أراد أن يدعو يدعو الله في مكان آخر. والزائر له صلى الله عليه وسلم كما سبق إذا أراد أن يدعو ينصرف ويدعو الله في مكان آخر مستقبلا القبلة كما مرنا قريبا. كل هذا حماية للتوحيد وسدا للذريعة مفضية إلى الشرك وإلى البدع والمحدثات. نعم. والزيارة الشرعية هي أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جنازته. الزيارة الشرعية للقبور رسول غيره أن يزوره للسلام عليه، فيقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، وأن يدعو الله له بالمغفرة والرحمة لأنه بحاجة إلى ذلك، لأنه قد انقطع عمله فهو بحاجة إلى الدعاء له. هذه هي الزيارة الشرعية. نعم. والزيارة الشرعية هي أن يزوره لله تعالى للدعاء له والسلام عليه كما يصلي على جنازته، فهذا الثاني هو المشروع. كما أن المسلمين يصلون على الجنازة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يدعو لها، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع إلى آخر الدعاء، فهم يصلون عليه يدعون له. كذلك يزورون قبره ليدعو له، هذا هو المشروع. نعم. ولكن كثيرا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول، فكره مالك أن يقول زرت قبره. المعنى الأول الذي هو الممنوع، يزوره يدعوه أو يزوره يتوسل به أو يدعو عنده، هذه زيارة ممنوعة. نعم. ولكن كثيرا من الناس لا يقصد بالزيارة إلا المعنى الأول، فكره مالك أن يقول زرت قبره لما فيه من إيهام المعنى الفاسد الذي يقصده أهل البدع والشرك. نعم. فقول مالك كونه يكره أن يقول زرت قبر الرسول، هذا لأمرين. الأمر الأول تبين لنا أنه لم يرد في هذا اللفظ، والأمر الثاني أنهم يقصدون بزيارة القبور الزيارة الشركية، فلذلك كره مالك هذا القول لأنه مجمل. زرت قبر الرسول لأي شيء؟ زرته للسلام عليه؟ هذا جائز. زرته لدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عنده؟ هذا ممنوع. فلما صار لفظا مجملا كرهه مالك. نعم. الثالثة أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك. تقدم لنا أن زيارة القبور على ثلاثة أنواع. النوع الأول الزيارة الشركية، كان يستغيث بالميت أو يطلب منه الحوائج أو يشكو إليه، هذه شركية. النوع الثاني زيارة بدعية، زيارة بدعية، كان يدعو الله عند قبره أو يتوسل به بذاته، هذه زيارة بدعية. الثالثة أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك، أن يزوره ليسأل بجاهه، بجاه نبيك، بجاه هذا الميت، بحقه، هذه أيضا بدعية، لأنه لا يسأل بالجاه ولا بالحق كما سبق هذا.
نعم. الثالثة أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك، الذي تقدم عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما أنه منهي عنه. نعم. وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس وغيره. ليس بمشهور عن الصحابة، لأنهم لما أجدبوا لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت أن يدعو الله لهم كما كانوا يفعلون ذلك في حياته، وإنما عدلوا إلى عمه العباس لأنه حي وحاضر، فطلبوا منه الدعاء. نعم. وقد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم يكونوا يفعلونه. نعم، فالتوسل لفظ مشترك يراد به المعنى الصحيح، وهو توسل بدعاء الحي الحاضر، هذا جائز. توسل بجاه الميت أو بجاه الحي حتى، لا يسأل الله بجاه أحد ولا بحق أحد حيا ولا ميتا، هذه بدعة، لأنه لم يرد في هذا ما يدل على جوازه، ولأن الله لا يقسم عليه بأحد من خلقه، ولأن الله ليس عليه حق واجب لخلقه إلا ما أوجبه هو سبحانه على نفسه. نعم. قد تبين ما في لفظ التوسل من الاشتراك بين ما كانت الصحابة تفعله وبين ما لم يكونوا يفعلونه، فإن لفظ التوسل والتوجه في عرف الصحابة ولغتهم هو التوسل والتوجه بدعائه وشفاعته في حياته، في حياته، فيطلبون من الحي أن يدعو الله لهم إذا كان حاضرا عندهم، ولا يطلبون من الميت أن يدعو الله لهم، ولا يطلبون من الميت أن ولا يستغيثون بجاه الميت أو حق الميت، هذا كله ممنوع. نعم. ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن. نعم. وإن كان طلب الدعاء من الحي جائز، هذا شيء جائز إذا كان حاضرا، فهذا جائز أن تطلب من الحي أن يدعو الله لك. ومنه طلب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن يدعو الله لهم بفصل القضاء بينهم، لأنه حين ذاك يكون حيا حاضرا. نعم. ولهذا يجوز أن يتوسل ويتوجه بدعاء كل مؤمن، وإن كان بعض الناس من المشايخ المتبوعين يحتج بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور. نعم، يحتج بعض المفتونين ممن يسمون المشايخ بحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما سبق وتكرر أن المبتدعة والمشركين ليس عندهم أدلة إلا حكايات أو أحاديث مكذوبة أو رؤى ومنامات أو غير ذلك، كلها حجج واهية، ليس عندهم ما يستندون إليه، وإنما البرهان والدليل والحجة مع الموحدين ولله الحمد. نعم. فهذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، لم يروه أحد من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة. نعم، فهو حديث مكذوب، لأن الأحاديث الصحيحة معروفة ومدونة في الصحاح والسنن والمسانيد،
هذا الحديث لا يوجد في شيء منها، إذن فهو من الموضوعات، ما أعرض عنه العلماء والمحدثون إلا لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا يحتجون به لأن ما عندهم غيره، ما عندهم دليل آخر، ما عندهم إلا هذا. نعم. وقد قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. توكل أي فوض أمورك واعتمد على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه، فإن حياته كاملة لا يعتريها موت ولا نوم ولا سنة، حياته جل وعلا كاملة دائمة، بخلاف الذي يموت إنه لا يتوكل عليه، الذي يموت لا يتوكل عليه، لا الأنبياء ولا غيره ما يتوكل على الأموات، توكل على الحي الذي لا يموت، فالميت لا يتوكل عليه. نعم. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع، وقد الذي هو التوسل بذاته أو بدعائه وهو ميت، هذا من محل إجماع أنه غير مشروع عند أهل العلم. نعم. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه غير مشروع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك. نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، يعني مصليات لا يصلى عندها، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، لا يصلى عندها ولا يدعى عندها للأحياء، إنما يدعى عندها للأموات حين السلام عليهم، أما الأحياء فلا يدعى لهم عند القبور، الصلاة لا يصلى عند القبور، وإن كان المصلي يقصد بصلاته يقصد بها الله، لكن المكان غير صالح للصلاة لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقرب من ذلك، عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك، ولعن أهله تحذيرا من التشبه بهم. لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي يصلون عندها ويبنون عليها كما سبق، يبنون عليها الكنائس ومتعبدات، وممن ينتسب إلى الإسلام من يفعل ذلك، فيبنون عليها المساجد والمشاهد مضاهاة لليهود والنصارى، إذن هم مستحقون للعنة، الذين يبنون على القبور مستحقون للعنة كاليهود والنصارى، نسأل الله العافية. نعم. فإن ذلك أصل عبادة الأوثان، كما قال البناء على القبور هو السبب لعبادة الأوثان، فإذا بني عليها عظمت واعتقد فيها أنها تنفع وتضر، أنهم يقولون لو لم يكن لها شأن لما بني عليها، البناء عليها يلفت الأنظار ويجلب لها الزوار كما هو الواقع والمشاهد، فلو لم يبنى عليها، لو كانت قبورا مجردة ليس عليها بنا ولا شيء، ما تعلق الناس بها. الناس الآن يمرون على البقيع فيه الصحابة رضي الله عنهم، لكن لما كانت قبورهم ليس عليها بنا ولا قباب ولا، ما تعلقوا بها، فالبناء على القبور سبب لتعلق القلوب بها ووسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. فأنت إذا رأيت قبر العالم الكبير الإمام الجليل ما بني عليه قبر، ما يكون عندك تعلق به، لكن لما ترى قبر أي واحد مبني عليه ومزخرف ومجصص ومكتوب عليه ومنور، تعلق قلوب العوام والجهال به ويفتنون به. نعم.
فإن ذلك أصل عبادة الأوثان كما قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين، صوروهم ونصبوا صورهم ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله، فكان التصوير ونصب الصور وسيلة إلى الشرك كما حصل لقوم نوح. الوسائل لها حكم الغايات، تمنع. نعم. فإن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم، كما تقدم ذكر ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف. لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ثبت أن هذه أسمى رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا حزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان استغل حزنهم عليهم وقال: صوروا صورهم وانصبوها على المجالس حتى تتذكروا حالهم فتنشطوا على العبادة، ففعلوا ذلك بنية صالحة، لكن الوسيلة غير صالحة، وليست العبرة بالنية، العبرة بالعمل والوسيلة. فلما طال عليهم الزمان ومات العلماء الذين ينكرون الشرك، صوروا نصبوا هذه الصور وعبدوها وعبدوا قبورهم، ثم صورت صور على أشكالهم ووزعت في البلاد العربية، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، توزعت في جزيرة العرب، فصارت تعبد من دون الله عز وجل. نعم. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هو كذلك في شرائع غيره من الأنبياء. هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك، وهو عبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، وكل وسيلة تؤدي إلى عبادة غير الله فإنها محرمة وممنوعة، ومن ذلك البناء على القبور، ومن ذلك نصب الصور تعظيمها وسيلة لعبادتها. نعم. فإن الشيطان يزين للناس ويوسوس لهم أن هذه ما نصبت واعتني بها إلا لأن لها شأنا، هذا القبر ما بني عليه وزخرف إلا لأن له شأنا، وأنه يقضي الحاجات ويقبل النذور إلى غير ذلك. فالشيطان يركز البذرة أولا ثم يستثمرها في النهاية، هذه طريقة الشيطان مع بني آدم. نعم. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك هو كذلك في شرائع غيره من الأنبياء. ففي التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله. نعم. الغلو في الأموات نهت عنه الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم ما في التوراة عن موسى عليه السلام أنه نهى قومه عن الغلو في القبور لأنه يفضي إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذا النهي عن الشرك أجمعت عليه الشرائع السماوية، أجمع عليه الرسل، أجمعت عليه الكتب في المنع الشرك ووسائله وطرقه المفضية إليه. نعم. وذلك أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد وإن تنوعت شرائعهم. دينهم من جهة التوحيد والعقيدة واحد، كلهم يأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن الشرك، كل الرسل على هذا يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبدوا الله هذا أمر بعبادة الله، اجتناب الطاغوت هذا النهي عن الشرك، كل الرسل على هذا، فعقيدتهم واحدة. وأما
شرائعهم التي شرعها الله لهم في المعاملات وفي الأحكام، فهذه مختلفة بحسب كل زمان. الله يشرع لكل جيل ولكل أهل زمان ما يصلح لهم، ثم ينسخ ذلك بشريعة أخرى لمن بعدهم حسب مصالح الناس. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا في الفروع ما هو في الأصول، الأصول واحدة اتفق عليها، إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم واستقرت الشريعة في ملته إلى أن تقوم الساعة، لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير. نعم. وذلك أن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد وإن تنوعت شرائعهم، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. نعم، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم متعددة. الشرائع المراد بها الشرائع العملية، الشرائع العملية، أما العقيدة فهي واحدة. نعم. وقد قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أي ما أمر به، ما أمر به نوحا والذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما هو؟ أن أقيموا الدين، دل على أن شرائع الأنبياء هي إقامة الدين، وذلك بالتوحيد وعبادة الله وحده، أن أقيموا الدين. فهذا هو الذي شرعه الله لجميع الأنبياء لا سيما أولي العزم. لماذا ذكر هؤلاء خاصة؟ لأنهم أولو العزم الخمسة فذكرهم الله خاصة. ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا في التوحيد والعقيدة، العقيدة ما فيها اختلاف ولا فيها تفرق، وليست محلا للاجتهاد توقيفية، إنما الاختلاف يأتي في المسائل الفرعية، المسائل الفقهية، الاستنباط الذي للرأي فيه مجال. نعم. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، الشاهد في قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. التوحيد واحد والعقيدة واحدة لا تفرق فيها. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في هذه الآية قال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الله أمرهم أن لا يتفرقوا فعصوا الله، تفرقوا في معتقداتهم وفي عباداتهم، فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. وكل حزب تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب عنده كتب ومؤلفات، والواجب أن يكون الكتب العقيدة واحدة ما فيها اختلاف، مبنية على الكتاب والسنة. فهم تفرقوا ولهم عقائد وكتب، كل يدون عقيدته مخالفة للآخر، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا. والمصيبة أن كل واحد، كل حزب بما لديهم فرحون. الإنسان المخالف قد يرجع، لكن الذي يفرح بما هو عليه لا يرجع، هذا لأنه يعتقد أنه على صواب، يعتقد أنه على صواب. والمخالف
حتى في الفروع المخالف لا يفرح بمخالفته، وإنما يخاف أنه مخطئ، يخاف أنه مخطئ، فلذلك يتحرى الدليل ويتحرى الصواب ولا يجزم بأنه مصيب أبداً. فهذا هو الذي يمكن يرجع إلى الصواب، لكن اللي يصر على ما هو عليه ويفرح بما هو عليه هذا صعب رجوعه ولا يرجع، هذا لا يرجع، لأنه يعتقد أنه على حق ويكمل نفسه ويكمل مذهبه. نعم، هذه مصيبة، وهذا هو الواقع اليوم في العالم الإسلامي إلا من رحم الله. نعم. وقال الله تعالى، وفي من يدعو إلى هذا الآن، يقول الناس أحرار في عقيدتهم، لا تحجروا الناس، لا تصادروا آراء الآخرين، لا تفرضوا آراءكم على الآخرين. صارت المسألة آراء، المسألة ما هي بآراء، المسألة عقيدة، عقيدة، والعقيدة مبناها على الكتاب والسنة. فنحن لا ندعوهم إلى مذاهبنا أو إلى أقوالنا، ندعوهم إلى الكتاب والسنة، نقول تعالوا، يمكن حنا مخطئين وأنتم مخطئين، تعالوا نشوف من هو المخطئ منا، المخطئ يرجع إلى الصواب. حنا بنصادر آراء الناس أو نفرض آراءنا عليهم، إنما نفرض عليهم ما جاء في الكتاب والسنة، الله هو الذي فرضه، هو الذي فرضه عليهم. نعم. وقال الله تعالى، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفا، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لجميع المسلمين، أقم وجهك للدين أي أخلص عملك، أقم وجهك أي أخلص عملك لله من الشرك، حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، وهذه ملة إبراهيم عليه السلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الله فطر الناس على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، التربية هي التي تحرف الطفل وتغير الفطرة، تغير الفطرة من فطرة طيبة إلى فطرة فاسدة، مثل التربة، التربة الصالحة للزراعة إذا تصرف فيها ودخلت مغيرات تغيرت صارت ما تصلح للزراعة، كذلك الفطرة إذا أفسدت ما تصلح للدين ولا تصلح لشيء، فإن حوفظ على الفطرة وسقيت بالوحي المنزل صارت فطرة سليمة، وإن سقيت بماء خبيث وماء فاسد تغيرت وفسدت صارت ما تنبت. الفطرة ما تكفي، لابد من الوحي، لكن الفطرة السليمة تكون قابلة للوحي، والفطرة الفاسدة ما تقبل الوحي تفسد. أبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا أو ينصرانه أو يمجسانه، يجعلانه مجوسيا، كل واحد يربي ولده على دينه الفاسد، ولم يقل أو يسلمانه. ليه؟ لأن الأصل هو الإسلام، فطرة الله، فطرة الله، فلو أن الفطرة تركت على صلاحها وسقيت بماء الوحي والكتاب والسنة لا استقامت، لكنها إذا سقيت بالشكوك والأوهام والخرافات والكذب انحرفت والعياذ بالله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدل هذا على أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة، أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة هو دين الفطرة، وأن الشرك مخالف للفطرة. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ما هنا مولود يولد على غير الفطرة يغير أبداً،
لكن التغيير يأتي فيما بعد. لا، ولهذا قال لا تبديل لخلق الله، ما احنا مولود يولد على غير الفطرة أبدا، لا تبديل لخلق الله، لكن التبديل يكون للمخلوق، المخلوق هو اللي يغير ويبدل، أما الخلق لا يغير ولا يبدل. لا تبديل لخلق الله. ثم قال ذلك الدين القيم، دين الفطرة هو الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال منيبين إليه، أي تائبين إليه، راجعين إليه سبحانه وتعالى، منيبين إليه، واتقوه، اتقوا الله سبحانه وتعالى، وأقيموا الصلاة، نص على الصلاة لأنها عمود الإسلام، تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ولا تكونوا من المشركين الذين تركوا الدين القيم وانحرفوا إلى الأديان الفاسدة. من هم المشركون؟ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فرق، كل حزب بما لديهم فرحون. نعم. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره من الأولين والآخرين. هذا الدين القيم، الفطرة، فطرة الله هي دين الإسلام. نعم. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره من الأولين والآخرين، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضوع، كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. المراد بالإسلام هنا التوحيد، المراد به هو التوحيد والعقيدة السليمة، فلا يقبل الله إلا التوحيد والعقيدة السليمة التي جاءت بها الرسل، هذا هو الذي يقبله الله جل وعلا. نعم. فصل. نعم. وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تعالى، تبين كل هذه أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تبين أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وتبين أنه لا يدعى مع الله ولا يعبد مع الله سبحانه وتعالى، ففي حق غيره من باب أولى، في حق غيره من باب أولى، أنه لا يجوز أن يعبد أحد مع الله أو يدعى أحد مع الله أبدا. نعم. تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد. نعم، أولى أن لا يشرك به. إذا كان لا يشرك الرسول مع الله، مع مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظم قدره، لا يشرك مع الله، فغيره من دونه من النبيين والصالحين من باب أولى، لا يشرك مع الله ولا يدعى مع الله ولا يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله. نعم. تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله، لا في حياته ولا في مماته، لا يدعى مع الله سواء في حياته أو بعد مماته، إنما يطلب منه في حياته ما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه فلا يطلب منه. نعم. ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك ونحو ذلك. لا يجوز أن يستغاث بالمشايخ والعلماء الغائبين أو الميتين، إنما يستغاث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، استغاث بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا حي حاضر يقدر على أن يغيث هذا الرجل الذي
تغلب عليه خصمه قادر على أن يساعده، فوجهزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه إذا كان حاضرا لا بأس، أما الاستغاثة بالميت هذه لا تجوز، الاستغاثة بالغائب هذه لا تجوز. والآن يذكرون أن هؤلاء المغرورين إذا وقعوا في البحر وقعوا في الشدة صاروا يهتفون بأسماء أوليائهم، يا عبد القادر، يا فلان، يا حسين، يا حسن، يا علي، إلى غير ذلك، ينادون غير الله عز وجل ويستغيثون بغير الله من الأموات والغائبين. نعم. ولا يجوز لي مع أن المشركين الأولين في هذا الموقف لا يدعون إلا الله، إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. أما مشركو هذه الأمة فهم يدعون في البحر يدعون غير الله، في حالة الضيق يستغيثون بغير الله، فهم أشد شركا من الأولين، أشد شركا من الأولين. نعم. ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشائخ الغائبين ولا الميتين، مثل أن يقول يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك ونحو ذلك، بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسوله وتحريمه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. لا أحد ينازع في أن الشرك محرم، لا أحد ينازع في هذا، حتى هؤلاء لا ينازعون، يقولون الشرك محرم، فنقول لهم لماذا تعملون كذا، يقولون هذا ما هو بشرك، هذا ما هو بشرك، هذا توسل، هذا محبة للصالحين، هذا يفسرونه بغير معناه، يفسرونه بغير معناه. والتفسير إذا كان باطلا لا يبرر العمل الخبيث. هذه المسألة مسألة اصطلاحات وتفسيرات، مسألة حقيقة. نعم. وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم، فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان. نعم. إذا استجابوا للشياطين ودعوا غير الله، دعوا الميت أو دعوا الغائب، فإن الشيطان يتمثل لهم بصورة الميت، يتمثل لهم ويخرج إليهم ويخاطبهم أو يحضر لهم حوائجهم ويقولون هذا هو الميت، سمع دعاءنا فأنقذنا وأغاثنا، وهو شيطان، هو الشيطان. الميت ما يخرج من قبره ولا يرجعون إلى الدنيا، الأموات ما يرجعون إلى الدنيا أبدا. ألم يروا كما أهلكنا من القرون من قبلهم أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. الميت لا يخرج من قبره أبدا، يقولون إنه يخرج ويجي، وهو الشيطان ما خرج، الميت ما خرج، إنما هذا الشيطان الذي دعاهم إلى الشرك هو الذي تمثل لهم في صورة من يدعونه ويستغيثون به. نعم. وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان، وبعض ذلك صدق، لكن لا بد أن يكون في ذلك ما هو كذب، بل الكذب أغلب عليه من الصدق. قد يصدق الشيطان في بعض الأحيان من أجل الفتنة، لكن الغالب عليه والكثير منه الكذب، فلا يصدق بشيء يسير، فلا يصدق بالشيء الكثير من أجل الشيء القليل الذي إنما حصل لأجل الفتنة والغرور والعياذ بالله. مثل الكاهن ربما يسمع كلمة من كلام الملائكة فيلقيها الشيطان، يسمع كلمة من كلام الملائكة فيلقيها إلى الكاهن، الكاهن يكذب معها 100 كذبة،
ويحدث الناس لأنه سيحصل كذا وسيكون كذا فيصدقونه بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، يكذب معها 100 كذبة، كلمة واحدة يكذب معها 100 كذبة، يصدقونه بكل الكذب من أجل الكلمة التي سمعت من السماء. كذلك الشياطين يعملون مع عباد القبور مثل ما يعمل الشياطين مع الكهان، فالشياطين يعاملون الكهان ويعاملون عباد القبور معاملة واحدة. نعم. وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه، فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب حتى فعل ذلك، أو يظن أن الله تعالى صور ملكا على صورته فعل ذلك، ويقول أحدهم هذا سر الشيخ وحاله، وإنما هو الشيطان تمثل على صورته ليضل المشرك به والمستغيث به. نعم. كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم. الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم عابديها، لأننا سنقضي، نحن نسمع دعاءكم وسنقضي حوائجكم، يسمعون الكلام يظنون كلام الصنم وهو كلام الشيطان الذي دخل في الصنم، دخل في الصنم فيكلمهم ويظنون أن هذا كلام الصنم من أجل الفتنة. نعم. كما تدخل الشياطين في الأصنام وتكلم عابديها وتقضي بعض حوائجهم. لما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه يهدم العزة، خرجت عجوز من العزة ناشرة شعرها، فضربها رضي الله عنه بالسيف حتى قتلها. فهذا يدل على أن الشياطين تدخل في الأصنام، تدخل في الأصنام وتخاطب الناس. نعم. كما كان ذلك في أصنام مشرك العرب. نعم. كما في العزة في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. كما كان ذلك في أصنام مشركي العرب، وهو اليوم موجود في المشركين من الترك والهند وغيرهم. نعم. إن الأصنام والأوثان تدخل فيها الشياطين وتخاطبهم، تكلمهم ويظنون أنها الأصنام، والأصنام حجارة تماثيل ما تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، لكن الشيطان دخل فيها وصار يكلم، أو صار عندها وهم لا يرونه صار يكلمهم، أو يتمثل بصورة من يعظمونه. نعم. وأعرف من ذلك وقائع كثيرة. الشيخ رحمه الله يعرف من ما يحصل من هذه الأمور وقائع كثيرة، يتمثل الشيطان لعابدي هذه الأشياء فيغرهم والعياذ بالله. نعم. فهو ما هو بينقل فقط، إنما يخبر عن مشاهدة. نعم. وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم، فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جئنا في الهواء ورفعنا عنهم، ولما حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ، فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين. نعم. فالشيخ يخبر عن شيء حصل له هو، أن الشيطان تصور بصورته لما ناداه هؤلاء، نادوا الشيخ واستغاثوا به، جاءهم الشيطان في صورة ابن تيمية، فلما قدم عليهم أخبروه بذلك، فبين لهم رحمه الله أن هذا شيطان وليس هو صورتي. نعم. ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ، فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين. نعم. وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان، وكذلك المستغيثون من النصارى بشيوخهم الذين يسمونهم العلاس. يرون أيضا من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقضي بعض حوائجهم. نعم. هذا حاصل للأمم، أن الشيطان يتمثل بصورة الميت
أو صورة الغائب ويكلم من يدعونه أو يستغيثون به، فينفتنون ويظنون أن هذا هو الشيخ الميت أو الغائب، ظهر لهم خاطبهم وقضى حوائجهم. نعم. وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي له بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسببها. نعم. هم إذا حصلت هذه الأمور وتمثلت الشياطين لهم في صورة من يدعونهم ويعظمونهم، ظنوا أن هذا كرامة، يقول هذه من كرامات الأولياء، وهذه كما سبق لكم أنها من خوارق الشيطان وليست كرامات. كرامات ما تأتي مع الشرك ودعاء غير الله. الدليل على أنها خوارق شيطانية أنها جاءت مع الشرك ومع الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، فهي خوارق شيطانية وليست كرامات. نعم. فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل. ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به، فينزل عليه من الهواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك مما يطلبه، فيظن ذلك كرامة لشيخه، وإنما ذلك كله من الشياطين. الشياطين تحضر هذه الأشياء في الهواء، لأن الشيطان عنده قدرة على الطيران في الهواء وقطع المسافات البعيدة، فهو يحضر عند مشاهد الشرك ويأتي بالحوائج التي تطلب من الأموات أو الغائبين، يحضرها لهم ويكلمهم، فيظنون أن هذه كرامة للميت أو للغائب، وهي في الحقيقة خارق شيطاني وعمل شيطاني. الدليل على أن هذا إنما حصل مع الشرك ودعاء غير الله سبحانه وتعالى، لم يحصل مع طاعة وعبادة، إنما حصل مع شرك وكفر بالله عز وجل، فهو خارق شيطاني. نعم. وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان، وقد قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم. إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك بسبب أن كثيرا من الناس ظلوا بسببها، بسبب الأصنام التي يستخدمها الشياطين لإضلال الناس، فهو خاف على نفسه وخاف على بنيه، فدعا الله أن يجنبه الأصنام ويجنب بنيه الأصنام، لأن الفتنة عظيمة، وإذا حصلت الفتنة قل من ينجو منها، فالإنسان لا يزكي نفسه. نعم. وقد قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كما قال نوح عليه السلام. كما قال نوح عليه السلام، وقد أضلوا كثيرا. نوح عليه السلام قال وقد أضلوا كثيرا، مثل قول الخليل: أضللنا كثيرا من الناس. نعم. ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم. الحجر نفسه ما يضل الناس، حجر جماد، إنما الذي أضل الناس هو الشيطان، أضل الناس الشيطان في سبب الحجر الذي عظموه، الخشبة، الشجرة، القبر. هذا القبر ما يضل الناس لأنه تراب، إنما الذي أضل الناس هو الشيطان الذي يحضر عند القبر. نعم. ومعلوم أن ويحضر عند الشجر ويحضر عند الحجر، فالشياطين هي التي تضل الناس. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. ما هم الجن؟ الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. الشياطين هي التي أضلت الناس، أما التراب والحجارة والأشجار هذه ما هي أضلت الناس، لكن الشيطان أضل بها الناس. نعم. ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم،
ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط لأسباب ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعترفون بهذا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون لنا فقط، هذا حجتهم. ولهم يعتقدون أن المخلوق لا يخلق ولا يرزق ولا يقدر على شيء، لكن يبغون منه الوساطة فقط والشفاعة فقط عند الله، طلبوا الشفاعة من غير وجهها، نعم، وبغير سببها، نعم. ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض، أي الأصنام، نعم، بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء وسائط لأسباب، منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين. طيب نقف عند هذا، ولم يكن أحد، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا لم أقل زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أقول زرت الرسول عليه الصلاة والسلام أم ماذا أقول؟ تقول سلمت على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، سلمت عليه، نعم. وإن قلت زرته فلا مانع، لأن مالك إنما كره هذا لأنه لفظ لم يرد ولأنه مجمل، فإذا كنت تقصد بذلك أنك سلمت عليه، زرته يعني سلمت عليه، فلا بأس، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: صلاة عائشة رضي الله عنها في بيتها والرسول صلى الله عليه وسلم مدفون عندها يحتج به بعض القبوريين، فبماذا يجاب عنه؟ أصلاً بيت عائشة ما بني على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، مبني على أنه مسكن سكن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مدة، ثم لما مات دفن فيه، وعرفتم السبب في دفنه في بيته، المحافظة عليه من الغلو، هذا هو المقصود. ومن قالك إن عائشة تصلي عند القبر؟ البيت واسع، تصلي في مكان آخر، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يكتب الآن على بعض القبور أسماء أصحابها، وبعضهم يطليها بالألوان، فهل هذا جائز؟ كل هذا لا يجوز، طلاؤها بالألوان هذا مثل تجصيصها، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، فلا تلون بأي لون. أما أنه يضع علامة مبهمة مثل خط أو حجر يجعله عليه لا يعرفه إلا هو علامة فلا بأس، أما أنه يلونها هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يكتب اسم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فلا يكتب عليها الأسماء أو تاريخ الوفاة أو سيرة حياته مثل ما يفعل الخرافيون، يجعل القبر كغيره، تصير القبور متشابهة، ما يعرف هذا من هذا إلا الذي يعرف قبر قريبه فقط، دون علامة يعني أو ميزة له على سائر القبور، يجعل عليه حجر لا يعرفه إلا هو، أو يخط عنده خط علامة عليه فقط ما يعرفها إلا هو، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله: بالنسبة لقول القائل عند قبر الميت أو للغائب سل الله لي، يقول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، خلنا من هذا، جيب لنا سؤال آخر، هذا ما يجوز وخلاص، مش تبون من وراء، ما يجوز الدعاء عند القبر أو سؤال الميت الدعاء، ما يجوز هذا وخلاص، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يوجد في أحد الأماكن القريبة من قريتنا والواقعة في جنوب المملكة، يقول يوجد لدينا منطقة نائية من السكان بها أضرحة ومبنية بالحصى مرتفعة عن الأرض ما يقارب المتر، وهي قبور قديمة قرب قريتنا، قامت دائرة الآثار ببناء بيت شعر قريب منها ووضعت بها الآثار القديمة من الدلال والأباريق، السؤال: ما هو نصيحتكم لنا نحن أصحاب القرية، علما بأنها قد وضع في هذه الخيمة حارس على تلك المنطقة؟
الواجب عليكم التذكير والبيان، وإذا كان هناك سلطة تذهبون إليها وتنصحونها في أن تزيل هذه الأشياء. ما يسعكم إلا الدعوة إلى الله والبيان، وإذا وجد من ولاة الأمور من فيه خير تذهبون إليه تطلبون منه إزالة هذه الأشياء. أما القبر المبني فهذا قد يكون بعض الأمكنة ما تتماسك التربة، أو أن ما يمكن الحفر فيها لأنها حجارة، فيضطرون أنهم يبنون على شكل غرفة ويضعون فيها الأموات. هذا ما بني من باب التعظيم، وإنما بني لأجل صيانة الأموات وحمايتهم من الأذى. أما إذا كان هذا البناء من أجل التعظيم فهذا تسعون في إزالته عند المسؤولين، أو تبينون للناس أنهم لا يعملون هذه الأعمال. ما عليكم إلا البيان، ما عليكم إلا البيان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك مكان معين في المقبرة لأجل أداء صلاة الجنازة فهل هذا مباح؟ لا، ما يجعل مكان معين لأجل صلاة الجنازة، صلى على الجنازة بأي مكان مناسب. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، أي بقعة يمكن الصلاة على الجنازة فيه أو على قبرها إذا دفنت بدون أنه يعين مكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما علة النهي عن قول القائل توكلت على الله ثم عليك؟ لأن التوكل، لفظ التوكل عبادة، ما تقول توكلت على الله ثم عليك. توكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلفظ التوكل لا يقال للمخلوق، إنما يقال في حق الله سبحانه. أما الوكالة تقول وكلتك لا بأس، وكلتك تعمل كذا وكذا هذا لا بأس، أو أنبتك لا بأس، أو عمدتك أو فوضتك هذا لا بأس به. أما لفظ التوكل هذا من ألفاظ العبادة، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما صحة قول القائل هذا بفضل الله وبفضلك؟ لا يجوز هذا، تقول بفضل الله ثم فضلك، تأتي بذمة التي للترتيب، يكون فضلك بعد فضل الله. أما فضل الله وفضلك هذا يقتضي الاشتراك، لأن الواو للاشتراك، فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا دكتور في الجامعة يدرسنا مادة العقيدة، وقال عن الاجتماع إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر تجوز من أجل الاجتماع وعدم الاختلاف، وإن هناك فرق بين أن يصلي إلى القبر فهذا لا يجوز، أما إذا كانت الصلاة لله في المسجد الذي فيه قبر فإن ذلك جائز من باب الاجتماع، فهل قوله صحيح؟ هذا كلام من عنده، ما له أصل، ما يجوز الصلاة عند القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، يعني يصلى عندها، نهى عن اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، والنهي يقتضي الفساد. فكونه يفلسف هذه الفلسفة ويأتي بكلام من عنده هذا مردود عليه. لا تجوز الصلاة عند القبر، سواء كان القبر في القبلة أو على جانب أو خلف الظهر، ما دام أنه متصل بالمسجد، ما دام القبر متصلا بالمسجد من جميع الجوانب فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور أو إليها. فكأن هذا ما قرأ يعني النصوص ولا قرأ كلام أهل العلم. والمصيبة أن بعض الإخوان يجتهد من عنده بدون أنه سبق له أنه طالع الشيء أو فهم كلام العلماء، إنما ينشي الشيء إنشاء من عنده. والاجتماع ما يكون على الشرك وعلى البدعة، الاجتماع يكون على التوحيد وعلى السنة، هذا هو اللي يجمع الناس. أما نصلي بالمساجد اللي على القبور نقول لأجل الاجتماع الكلمة، هذا ما هو باجتماع كلمة، هذا يفرق الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة على القبر بعد أيام من دفن الميت، وما ضابط هذه المدة؟ هل تجوز الصلاة على القبر
بعد أيام من دفن الميت، وما ضابط هذه المدة؟ الفقهاء حددوا هذا بثلاثة أيام، يقولون إلى ثلاثة أيام، لا إلى شهر، يقولون يصلى على الميت إلى شهر، لأنه بعد الشهر يكون في الغالب أنه تحلل جسمه ولم يبقى منه شيء. هذا تعليل يعني، والحقيقة ما عليه دليل، الدليل ما عليه دليل، إنما هو تعليل والله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للنساء أن تزور القبور وبخاصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء لا تزور القبور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور، وهذا يشمل كل القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، وإنما تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وهي في مكانها، تصلي وتسلم عليه وهي في مكانها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من خارج هذه البلد، يقول: في بلادنا رجل قد صام 4 سنوات متواصلة ويعدونه وليا، وبعد ذلك إذا أجدبت الأرض وضع التراب على رأسه ودعا فينزل المطر. السؤال: هل للشياطين يا فضيلة الشيخ قدرة على جلب الماء وإنزاله كالمطر، لأن هذا الرجل يعد من أكبر الأولياء في بلدنا؟ وضعه للتراب على رأسه لا أصل له، أما أنه يدعو الله لا بس يدعو الله، لكن لا حاجة إلى وضع التراب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالسقيا ولا يضع على رأسه التراب، العباس دعا بالسقيا ولم يضع على رأسه التراب، إنما هذا بدعة منه فلا يفعله. والذي ينزل المطر ما هو بالشيطان، الذي ينزل المطر هو الله، لكن أنزله فتنة لهم، قد ينزله الله من أجل الفتنة والاستدراج. وسمعتم وتكرر عليكم من حصول المطلوب لا يدل على جواز الطريقة والعمل الذي عمل، ولو حصل المطلوب ما هو هذا الدليل على الجواز، قد يحصل هذا من باب القضاء والقدر، قد يحصل من باب الاستدراج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بعض كتب التراجم عندما يترجمون لأحد كبار العلماء يقول: وقبره ترياق مجرب، فهل هذا القول صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ما أحد قبره ترياق مجرب إلا عند الوثنيين والخرافيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يسلم المسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد السلام يدعو بجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فهل الأولى بعد السلام أن يتوجه إلى القبلة أم لا بأس بهذا الفعل؟ ما دام يدعو للرسول أو للميت يستقبل قبره، أما إذا دعا لنفسه فإنه ينصرف ويستقبل القبلة. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند ذهابنا لدفن أحد الأموات نسمع من بعض الناس وربما يكون من القائمين على بعض مغاسل الموتى، عند ذهابنا لدفن أحد الأموات نسمع من بعض الناس وربما يكون من القائمين على بعض مغاسل الموتى يقولون: ارفعوا القبر وسنموه ولو فوق شبر، بحجة أنه سوف يهضم فيما بعد، فما هو الموقف الصحيح من ذلك؟ ما يفتح هذا الباب، يرفع قدر شبر مسنما كما كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبور أصحابه، ولا يقال لأنه يمكن يهضم فيما بعد، ما علينا، المهم أن يطبق السنة ولو هضم فيما بعد ما في مانع، إذا هضم يجاب تراب ثاني ويضع عليه ما يخالف، إذا هضم وخشيتم أنه يجتمع الماء عليه أو أنه يداس ما يخالف، جيبوا تراب وضعوا فوقه، جيبوا حصبة وضعوها فوقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا مسجد بني على مقبرة قديمة بحيث أزالوا آثارها بتجصيص وترميم لساحتها ببلاط حديث، فأصبحت القبور لا يرى لها أثر وأصبح مسجد له ساحة، السؤال: ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ ما دامت القبور ما أزيلت
إن كانت القبور نبشت ونقلت والحاجة داعية إلى هذا فلا بأس، أما إذا كانت القبور باقية في الأرض فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه مبني على قبور ولا تجوز الصلاة فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بوجه خاص؟ وهل الصلاة والسلام عليه تعد من الدعاء له؟ بلا شك نعم، يجوز الدعاء له عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصلاة والسلام عليه وهي نوع من الدعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يصلي على الجنازة في المسجد ثم يتبعها إلى المقبرة ويصلي عليها مرة أخرى في المقبرة مع الذين يصلون عليها لأول مرة، ويقول الصلاة دعاء فلا مانع من تكرار ذلك، فهل فعله صحيح؟ لا، فعله ما هو صحيح. الصلاة على الجنازة ما تكرر، والدعاء صلي بغير، تدعو بغير الصلاة، صليت عليه وتريد الزيادة ادعو له بدون صلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، ما معنى علات؟ وما علات من أمهات، العلات من أمهات، أبوهم واحد وأمهاتهم متعددة، هكذا الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم متعددة. نعم، هذا من باب التشبيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتمر ونسي أن يقصر وأن يحلق وقد لبس ثيابه، فماذا يلزمه؟ هل عليه دم؟ عليه أنه يخلع الثياب ويعيد ملابس الإحرام ويحلق في أي مكان أو يقصر، وإذا كان لبسها جاهلا، لبس الثياب جاهلا، فليس عليه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل تقول ما حكم الصلاة وأنا جالسة حيث إنها حامل ولا تقدر على الوقوف كثيرا؟ نعم، إذا كانت تحتاج إلى الجلوس تجلس، تصلي وهي جالسة، لأن الحمل نوع من المرض، وأيضا فيه ضرر على الحمل إذا قامت، فيه ضرر على الحمل، يباح لها أن تصلي جالسة. نعم. تقول وما حكم قطع صلة أقاربي الذين يجيء منهم مشاكل كثيرة وأنا متضررة من ذلك؟ عليك بالمواصلة ولو قطعوك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أنت أدي الذي عليك وهم عليهم مسؤوليتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أخرج زكاتي في بلدي في الإجازة المقبلة أم يجب علي أن أخرجها هنا حيث أقيم مع أسرتي؟ زكاة إيش؟ المال أو الفطرة؟ ما ذكر شيء. زكاة المال في البلد الذي فيه المال، وزكاة الفطر في البلد الذي فيه البدن. زكاة الفطرة تكون في البلد الذي فيه البدن المفطر عنه، وزكاة المال تكون في البلد الذي فيه المال. نعم، هذا هو الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الطلبة ندرس في الخارج ولدينا محاضرات تتعارض مع أوقات الصلاة، وكثيرا ما يفوتنا وقت الصلاة ونحن في المحاضرة، وإذا أردنا الصلاة في وقتها أثناء الاستراحة لا نجد مكانا مناسبا، وقد سمعنا بفتوى تجيز لنا الجمع والقصر، خاصة أن بعضنا يعمل بما سمع، فهل هذه الفتوى صحيحة وهل يجوز لنا الجمع؟ الجمع يجوز إذا كان ما تستطيعون الصلاة في وقتها تأخرونها إلى التي بعدها كالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر، إذا احتجتم للجمع تجمعون لا بأس، أما القصر لا، ما يجوز لأنكم مقيمون للدراسة، القصر لا يجوز، أنتم مقيمون إقامة طويلة للدراسة تمنع القصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي باسم هادي؟ مش المانع، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رفع اليدين ووضعها في الأذن أو على الأذن للمؤذن هل لها أصل في الشرع؟ نعم، السنة أنه يضع أصابعه في أذنيه، يدخل أصبعيه السبابتين في صماخي أذنيه، هذا هو، يقول لأن هذا أرفع للصوت،
هذا أرفع للصوت، هذا سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من طرق دعوة النصارى أن يبين ما في كتبهم من الباطل الذي لا يقبله عقل سليم، أم أن الأفضل عدم التعرض لما في كتبهم؟ إذا كانت كتبهم رائجة عند الناس وأنت عندك علم ومقدرة بين، لا يغترون بها الناس. أما إذا كانت كتبهم ما هي موجودة عند الناس فلا تفتح عليهم باب شر وهم ما يعرفونها، أو أنك أنت ما عندك علم فلا تدخل في شيء لا تحسنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن من يرفع رأسه قبل الإمام أنه يخشى أن يتحول إلى وجه حمار؟ نعم، هذا في الحديث، ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، من باب العقوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في أحد المراكز خصص مسجد للرجال وفوقه مصلى للنساء، غير أن مسجد الرجال لا تقام فيه الفرائض كلها سوى صلاتي المغرب والعشاء، وقد أقيمت حلق تحفيظ في مصلى النساء. السؤال، هل يجوز للحائض أن تدخل هذا المصلى؟ لا، الحائض لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد، وهذا ما هو مصلى، سطح المسجد مسجد، سطحه مسجد ولا يقال مصلى فقط، فلا تدخله الحائض لا في أرضيته ولا في سطحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، إحدى الدور، دور التحفيظ النسائية، تريد أن تقيم دورة بعنوان أو حملة بعنوان روحنا لروحك فداء يا رسول الله، وهي تشتمل على محاضرات ومسابقات وتمثيليات وأناشيد، ويدفع رسم قدره 35 ريالا، فما توجيه فضيلتكم في ذلك، علما بأن فيها طبقا خيريا يشتمل على الأكل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم الله تذكيرا بسنته، فهل هذا الفعل مشروع؟ لا، كله خرابيط ولا هم مشروع. وأيضا خروج النساء من بيوتهن على خلاف السنة، السنة أن النساء تبقى في بيوتها ولا تخرج وتتجمهر خارج البيوت، هذه ناحية. الناحية الثانية، الأناشيد والتمثيليات، هذه نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم، نصرة الرسول باتباع سنته ونشر سنته، وليس من سنته التمثيليات والأناشيد. وأيضا عمل الأكل، هذا ما هو، هذا من المباحات وليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء مباح. وقولهم إن هذا مثل طعام الرسول، وش اللي يدراه من هذا مثل طعام الرسول؟ الرسول يأكل من الشعير، وأحيانا ما يجد الشعير، يأكل التمر إذا وجده، وهذا ولا يجيبون من أفخر الطعام يقولون هذا طعام الرسول. نعم. انت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.